تقرير عن إعلان النتيجة في لجنة بطولة القلائل، خلينا نشوف معكم. يستاهل فريق الشوق. الحمد لله لك الحمد، بيض الله وجهك وياي اللي الحمد لله. الحمد لله ان تعبهم ما راح خساره، هذا اهم شيء عندي. شوفت الربع ذولا هي البيرك. الحمد لله. طلعنا اهم شيء بالسلامه وصدنا واستانسنا وبارك حق الربع اللي فازوا ويعز الله انهم يستاهلون الفوز. ابارك الفوز حق فريق فشاخ، والله احنا كلنا ربع اخوان فازوا وهم كلهم يستاهلون، والوعد زوجي ان شاء الله يستاهلون. يستاهلون فريق الشام، الله وفقهم ويستاهلون. ابارك لاخواني فريق غشام واقول لهم الله يستاهلون، معوضين ان شاء الله الزمان الجاي. اقول الله يعطيهم العافيه وما قصروا، ومبروك ل فريق المتأهل وعسى بالأمر خير إن شاء مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وشفنا تقرير عن اعلان نتيجه الفائز مع اخوي محمد النهار المدير التنفيذي بطوله القلائل، ويستاهل فريق الشام. الوعد ان شاء الله في النهائي اذا الله اراد. باذن الله الجهد ما راح يقصر. زين، عبد الله بن علي طلع من عندك الكبيسي البارحه ما قدر يرجع لك. لا الان بيرجع معك سلمان. سلمان جاهز في النهائي، سلمان العتيبي في النهائي موجود باذن الله اذا الله اراد. وابو علي، ابو علي لحد الحين عنصر اساسي. ابو علي وكله عنصر اساسي، بس ما تقدر. مبروك تجاتك احبار البارحه والله انه مبروك ابو علي يستاهل، لكن انت بعد تحاتي صحه الرد صحيح، ما تبي تضر خوي بس يمديك في فتره طويله. اي في فتره احنا بنشوف. هو عنده الحين علاج ماشي عليه وعلاج طبيعي، بنشوف امور. وهملول معكم؟ معكم هم هملول معنا حتى لو ما دخل ابو علي. لا ما دخل ابو علي، ما يطيع الا ابو علي هو. بس نعم، هو اللي يقول لك يدل، وهو اللي هو يدل بس مع ابو علي بس جربي ان شاء الله غادي يفالكم ان شاء الله فوز، وان شاء الله يفالكم البيرك باذن الله. راح نشوف مع المشاهدين تقرير خاص عن فريق غشام، نشوف معاكم ونرجع مع ابو نهار ونتكلم مع اعضاء الفريق. قبلها طبعا نشكرك ابو راشد، ولنا وعد ان شاء الله معك في النهايه باذن الله. باذن الله ان شاء الله باذن الله. الله خلينا نشوف التقرير معاكم. الموقع هذا متوسط العرق، الموقع هذا مسحبيه، بيكون العرق قريب والمسحبيه قريب.